تاريخ التدخل العسكري الأمريكي في العالم طويل ويشمل أمثلة ناجحة وفاشلة وأخرى لم يحكم الزمن عليها بعد. ما يريد أوباما أن يؤكده هو أن ضربة ضد النظام السوري ستكون مختلفة عن التجارب الأخيرة. نحن ننظر في خيارات محدودة وبدون التزام طويل المدى ودون عمليات كبيرة. إحدى الأمثلة التي تدرسها الإدارة الآن ولكن بتصرف هي كوسوفو. التدخل في كوسوفو في نهاية التسعينيات هو مثل على قيادة أمريكية ناجحة عسكريا، ولكن ما أدى إلى نجاح العملية دبلوماسيا ونشر السلام كان الالتزام الدولي من قبل الأمم المتحدة وناتو والدول الأوروبية. في غياب الحل الدبلوماسي والسياسي من الصعب التوصل لحل سلمي. الولايات المتحدة لم تتمكن من الحصول على تفويض مجلس الأمن أثناء أزمة كوسوفو بسبب الرفض الروسي، وهو الأمر الذي يتكرر الآن في قضية سوريا، هذا سياسيا. أما عسكريا فكوسوفو وسوريا تتشابهان، إذ إن الولايات المتحدة لم تضطر إلى القيام بإنزال عسكري في كوسوفو، بل كان هدف تدخل الناتو في ذلك الوقت هو لوقف الحرب وإجبار قوات ميلوسيفيتش على الانسحاب وتثبيت قوى حماية دولية. وهذه المرة فإن هدف الولايات المتحدة أبسط من ذلك، فهو أولا لردع النظام من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى. القيام برد ما مهم بالنسبة للمصداقية والمصالح الأمريكية المستقبلية ومصالح حلفائنا، ومهم للدول التي تخالف تصرفاتها الأعراف الدولية، فهم يراقبون ما يحدث ويريدون أن يعرفوا إن كانت الولايات المتحدة تعني ما تقوله. أما الإطاحة بنظام الأسد فليست على قائمة الأهداف الأمريكية من خلال الضربة العسكرية على سوريا، وهذا الأمر قد أوضحته الإدارة وبشكل متكرر. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.